شوف هذول رنوا علي فوق العشرين مرة على قصة بسة. ايش وين؟ يلا سبقوني بسرعة. احلى ما في الموضوع انه كل الاولاد الصغار او الناس اللي بيشوفوا بسة صاروا يرنوا علي. انا بقدرش اتحمل مسؤولية علاج كل البسس بصراحة. بدي اشوف شو وضع هاي البسة. السلام عليكم. هاي البسة شو مالها؟ اجرها عشان ما نشوف الهوية. هات نشوف. اسبوع انا اليوم اول مره بنزل على الشط. تشرب بتطعموها؟ شو هاي الشنطه؟ شو هاي الشنطه؟ فاضيه كالفاضي. حطوا لها تدفى فيها. شو مالها؟ بتمشيش من مره؟ بتمشي حاول تمشي بس اجى بسرعه. هاتوك المسكين. وينها؟ اسمع انا هاي البسة بقدرش اخذها. بتقدر تربيها انت؟ لا لا بقدرش. ليش؟ ربوها شو المشكلة؟ انا بحطها في كرتونة وبخليها عندي. ايوه خليها عندك شاطر ربيها حرام. لاني انا بقدرش اخذ كل البساس. انا عندي طعموها هاي هبتوكي. انا عندي لسه. طيب ربوها هاي ايدها شوف مالها قديش لها هيك؟ هاي ايدها كاينه مكسوره ولحمه يعني العظم. شكلها اليف البسه لا؟ طيب ربوها حرام. ما بقدرش اخذها احطها عندي انا صايب. تمشي بعدين هاي يعني مش بتمشي بس ما فيش خوف عليها بتعيش البسه. اجل لحمه عشان اجل. هاي ايدها ماكي مكسوره ولا احنا. هاي بدها كسر وبدها صور وبدها تجبر وقصه ولا تشوف بدها يعني مكلفه البسه. طيب في مواضع حطوها نزل بدها اشتغل. مين بده؟ لا هاي حالها مين؟ تاخذها انت؟ خلص باخذها. خلص خذها وربيها عندك حرام بتحطها بكرتونه وبتطعميها. يلا سلام. على فكرة أما بتنزل هدول على اليوتيوب؟ آه بدك تشوف حالك على اليوتيوب؟ آه طيب ماشي نحضر لك فيديوهات. ماشي يلا باي. مع السلامة.